كنت جايب النهارده يعني عدد كبير من الاتحادات المختلفه وهي بتقف مع فرقها، ولكن لما لقيت المنافس بتاعك المباشر نادي الهلال، الاتحاد السوداني عمل معاه كده. ده كان عنده مباراه بكره اجلها. هو ده اللي بيحصل من الاتحادات عشان تساعد الأندية إنها تواصل مشوار البطولة وتحقق إنجاز لبلدها. موضوع ما خدش وقت. اللي أنا أعرفه طبعا إحنا متابعين لكل أخبار نادي الهلال، ف نادي الهلال من يومين بعت رد عليه النهارده قال له أجل. امبارح أنا قلت لحضراتكم خبر إن مسؤولي الهلال طلبوا بتأجيل المباراتين على الفور. كانت الاستجابة النهارده وبدون أي عراقيل. الناس خايفة على الفريق اللي بيمثل بلدها. طب تعال نقارن الوضع ما بين النادي الأهلي ونادي الهلال من حيث وقفة الاتحاد أو الرابطة مع النادي الأهلي، ومن حيث وقفة الاتحاد السوداني مع نادي الهلال. هنا كل يوم المسؤولين عن الكرة في مصر سواء الجبلاية أو رابطة الأندية دايما، ما اعرفش ليه الحقيقه، بيكون في حرص. انا شخصيا بحس بكده، ان بيكون في حرص على وضع العراقيل امام النادي الاهلي. ما تفهمش ليه، مع ان الاهلي هو اللي بيمثل مصر فقط في دوري ابطال افريقيا عفوا، والنادي الاهلي هو صاحب الانجازات الوحيده الرياضيه في كره القدم المصريه في الفتره الاخيره. كلنا عارفين ومش ناسين اللي حصل مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت، لما الدرج اتفتح والخطاب اتحط واختفى ومحدش عارف عنه حاجه. طب فاكرين، مش هروح لابعد من كده، لكن فاكرين مباراه المقاولين العرب اللي اتحطت في توقيت صعب جدا على النادي الاهلي، ومن ضمن الامور اللي بيثار ان كولر اتكلم عنها انه المباراه دي اتحطت، يعني ما كانش وقتها.